أهلاً وسهلاً بكم جميلاتي جميلات كهرمانة في فقرتنا اليوم. فقرتنا اليوم راح تكون فنية بامتياز. فقرتنا راح تكون عن الرسم، بس مو أي رسم، الرسم على الملابس، فخليكم متابعينا. خصوص مجال الرسم على اللوحات، تعالوا ويانا للمرسم حتى نشوف الفنانة التشكيلية لميا شلون ترسم على الملابس. ومثل ما وعدناكم جميلاتنا جميلات كهرمانة، فقرتنا اليوم راح تكون عن الرسم التشكيلي، بس هالمرة الرسم على الملابس. خصوص هذا الموضوع ضيفتنا اليوم لميا الفنانة التشكيلية. يا أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا فيك، وشكرا لحضوركم، وشكرا لدعم الفن التشكيلي واستضافة. طيب لميا، حابة أسألك شلون جتش فكرة الرسم بالأصابع؟ ليش ما ترسمين بال يعني الفرج الخاصة مع الرسم؟ شلون جتش الفكرة وشون السبب؟ أنا كنت بستخدم الحديدة وبعدين الفرش، وكتر ما تعرفي لما بتكوني داخلة في المود وعلى طول تشتغلي الشغلة، وهذا خلاص صرت بكتر ما بحب اللوحات، بحب ما يكون واسط بيني وبين اللوحة، وما بحب استخدم ولا شيء بيني وبين اللوحة. طيب لميا، احنا اليوم فقرتنا بالتحديد راح تكون عن الرسم عن الملابس، حابة أعرف شلون بلشت وياك الفكرة. يعني عادة أنت بالبداية كنت ترسمين على لوحات، بعدين شلون جتك الفكره فكره الرسم على الملابس؟ فتحكي لنا اكثر عن تفاصيل مسيرتك ويا الرسم على الملابس. ابتديت من 3 سنين ونص او 4، كانت بس الجينز تبعي لمسته بصباغه وطلعت، وصديقاتي الكل صار بيقول لي كثير حلو كثير حلو، فبعدين قلت ليش ما احط الفكره على الملابس، وتخصصت فيها وصرت على طول بعمل فاشن شوز عرض ازياء هون بالإمارات ولا بباريس ولا بمصر، وكان عليها إقبال كتير كتير خاصة بأوروبا والمغرب، يعني ما شاء الله عليها إقبال حلو. طيب لمي، أنت ترسمين أو الرسمات اللي ترسميها على الملابس بالتحديد تكون حسب طلب الزبون، لو شون تحكي لنا تفاصيل أكثر؟ لا أنا شوية مزاجية، ما بحب كتير، يعني بحب أرسم الشغلة اللي أنا بحس فيها، فمثل ما قلت من شوية إنه كل رسوماتي على الدريس على الملابس، أول شيء أنا بصمم ملابسي، يعني مش باخد عندي كابس ولا العبايات وكذا شغلة ولا تنورات دريس، أنا بصممها تبعي، يعني قطعي خاصة فيها، وبحب أحط ستايل اللي أنا داخلة عليه المزاج، لأنه كل سنة سنتين بختص محور، فكنت مرة بكون في صوفي، مرة في الأندلسي، مرة في العشق، السنة عندنا محور العشق، فكمان الملابس بيكون فيها نفس المحور اللي أنا بكون داخلة فيه في نفس السنة. طيب لميا، مثل عروض الأزياء اللي دائما عروض الأزياء تحمل أفكار خاصة، يعني كل عرض أزياء معين يحمل أفكار خاصة، فأنت نفس الشيء أكيد لوحاتك أو الرسومات على الملابس أكيد كل مجموعة تحمل أفكار خاصة، فتحكي لنا عن الأفكار اللي استوحيتيها مجموعاتك السابقة، وشنو الأفكار اللي مستوحات بالمستقبل؟ الرسم على الملابس ابتديته بالصوفيين، إنه كنت بدرس كتير كتير عن التصوف، وكيف يعني انتشر الإسلام عن طريقهم في المغرب، وعبوديتهم ومحبتهم الله سبحانه وتعالى، فكنت برسم على الملابس بنفس المحور تبعي. بعدين دخلت على الأندلس، استقطاب المغرب الحضارة الأندلسية وقصص الأندلس كلها لأنه بعشقها أنا، وانتشار الحضارة الأندلسية في المغرب وكيف كان تماجز ما بين الحضارات المختلفة الموجودة عندنا في المغرب، فبعدين يعني كلها بحطها على الملابس وبتطلع بشيء كتير حلو، لأنه كلها رقص وفرح وحب للحياة وأشعار. يعني كنت كمان عملت عن معرض صهوة اللي هو الخيل والنساء والعامل المشترك بين الخيل والمرأة، وكمان اشتغلت على الملابس وطلع كتير راقي، وهالسنة مع الأشعار والعشق والحب بس العشق بجميع لغاته، سواء كان عشق للعاشق أو عشق الله سبحانه وتعالى وهو أجمل شيء، عشق الصوفيين لله وتعبدهم. طيب لميا، حلو مثل ما حكيتي لنا أنه أنت دائما رسوماتك
مستوحاة من الحضارات مثل ما قلت الحضارة الأندلسية وغيرها من الحضارات. هالمرة الرسم كان على العراق، فمثل ما دردشنا احنا قبل اللقاء قلت لي انت كلش تحبين الحضاره وحابه تختصين وتتعلمين اكثر بالحضاره، فرسمت لنا اليوم العلم العراقي، فتحكي لنا اكثر عن الفكره اللي استوحيتيها اليوم. الثوره اللي بتمر بها العراق، فحبيت اوجه شيء للعراق، الناس حتى لو انهم في رغم ظروفهم الصعبه في الثوره والا انهم لسه بيحبوا الحياه والعراق لسه جميله والناس بتروح عليها وبتعمل سياحه، فمشان هيك بحب اوجه لهم تحيه، بقول لهم إن شاء الله الله يبعد عن العراق أي أذى وترد العراق أحسن من كيف كانت من قبل، وإن شاء الله أكيد إنه لسه يعني مثل ما قلت ثقافتها ولا حضارتها لسه متواجدة وناسها لسه متواجدين بالأصالة تبعهم، فالله يحمي الشعب العربي كله خاصة العراق. شكرا جزيلا لك لمياء على المعلومات الحلوه، جدا استمتعنا بنهايه لقائنا اليوم، اتمنى لك كل التوفيق ومن النجاح الاكبر.